بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إلى هذه الحلقة التي تتعلق بخصائص وفضائل كتاب الله تعالى القرآن. بطبيعة الحال الشيخ رضا والشيخ مهدي تحدثنا في الجزء الأول قبل هذا الفاصل عن مكانة كتاب الله تعالى وعلاقته بمخاطبة العقل البشري، وهو المعجزة في هذا. بطبيعة الحال هذه الأمة التي خصها الله تعالى بهذا الكتاب لما تمسكت بالقرآن زكت وقادت وسمت وارتفعت ونجحت في كل مجالات الحياة، والتي عجز ربما الساسة والحكام وأهل الفكر وغيرهم من إيجاد الحلول لمشاكل شعوبهم، نجحت بالقرآن. وبطبيعة الحال نحن سنتحدث عن هذه النجاحات، ما يوفره هذا الكتاب من خير لأهله وللبشرية كاملة. ثم عالم من خارج بلاد الإسلام يدعى إدوارد كيوجا، هذا يقول: القرآن يتضمن ما تحتاج إليه الإنسانية في ارتقائها وكمالها المعنوي. والمستشرق الفرنسي موريس هذايا يقول إنه ندوة علمية للعلماء ومعجم لغة للغويين ومعلم نحو لمن أراد تقويم لسانه ودائرة معارف للشرائع والقوانين. معنى هذا أن القرآن هو أشرف كتاب. نحن نبحث عن مكانة القرآن. نزل به أشرف ملك وهو جبريل عليه السلام في أشرف ليلة، وهي ليلة أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه في ليلة مباركة، في أشرف بقعة، بأشرف لغة وهي اللغة العربية، وإلى أشرف أمة وعلى أشرف نبي صلى الله عليه وسلم، فجعله الله مباركا في كل شيء. إذن هذا الكتاب كله بركة. فأتفضل الشيخ رضا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما أكثرش من الخير اللي هو عرف الإنسان بنفسه. احنا نعرف أنه الآيات الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى الكثير، لكن يجمعها ربي في اتجاهين. الاتجاه الأول هو الكون، والاتجاه الثاني الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يكفي معناتها صحيح كما القرآن هو تو كتاب مقروء، بالنسبة للطبيعة كتاب منظور، كتاب منظور. نفس الشيء بالنسبة للإنسان. فالقرآن الكريم ما أكثرش من تكريم للإنسان أنه جعله آية من الآيات الدالة على وجود الله. والتكريم الثاني أنه جعل العقل هذا أو جعل العبادة نوع آخر، وللأسف سخلفة مش لما ما نشجعوش عليها، وربما عن حسن نية، وإلا أكيد المستشرق ولا الغير الآخر عن سوء نية، اللي هي عبادة التعقل والتدبر والتفكر. نعرف ولا العبادة بدنية وإلا عبادة روحية، لكن العبادة الأقوى اللي نجم نوصلوا بها نعرفوا الله سبحانه وتعالى، اللي هو دعانا أصلا مش نعرفوا أنفسنا. قد ما نعرفوا أنفسنا نعرفوا الكتاب ولا الثنايا ولا الحاجات الموجودة في القرآن الكريم، لأنه قد ما تعرف روحك قد ما تعرف كيفاش تواجه الآخرين. والقرآن هو الوسيلة الوحيدة باعتباره جاي من الله سبحانه وتعالى، والله خلق الإنسان ويعرف قدراته وأودع فيه جملة من هذه القدرات. إذا كان هو عرفنا الإنسان ودعا الإنسان باش يسمو بنفسه
في المستوى اللي اعطاه له رب. راهو آية من آيات الله، آية وهو والكون كيف كيف، إنسان والكون بالنسبة للأدلة لوجود الله هم كيف كيف. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. ولهنا قد ما يكون الإنسان يقرأ القرآن، قد ما يتدبره، قد ما يكون قريب، لأنه اللي يقرأ القرآن هو ضيف الرحمن موجود في حضرة الله سبحانه وتعالى. فأكيد أنت ذكرت بعض السلوكيات بكري اللي هي من المفروض ما تخرج، هذا دليل على أنه القرآن ما خذيش المكان متاعه بين هذه الأنفس. والقرآن الرسول صلى الله عليه وسلم نعرفوه المقياس متاع أخلاقه كان القرآن الكريم، كان خلقه القرآن. فالقرآن مطالبين احنا باش نفهموه، وقبلنا نفهموه لازم نحضروا له الارضيه باش نفهموه، نفهموا انفسنا، نفهموا قدراتنا. وما نجم نفهم قدراتنا هذه لما تكون عندنا علاقه طيبه بالقرآن الكريم، يعني بلغه اخرى علاقه بالله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كلام الله، والكلام فيه 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 رساله، وفيه متقبل، فيه بيث الله سبحانه وتعالى، فيها محتوى الرسالة وفيها متقبل. إذا كانوا ما يكونوش على نفس الخط ونفس المستوى ونفس الوقت، حتى الرسالة ما تكونش مفهومة بالقداء. فأنت مثلا مش تقارن، مش تشوف مثلا تلامذة ولا تشوف الناس مش تخاطبهم على قدر عقولهم. فالقرآن الكريم رفع من شأن العقل، رفع أصلا من العقل وحطاه المنزلة اللي حتى الإنسان نفسه ما نجمش يعطيها المنزلة الروح. ونشوفه نحن سخليفة القرآن الكريم، ولو أنه بين ظفرين، أن القرآن الكريم أكد أن مركز التعقل هو القلب، مش المخ اللي عنا هذه الكتلة في الدماغ. لم تكن لهم قلوب يفقهون بها. والفقه هو العلم مع الفهم، العلم مع الفهم يساوي فقه. لا لهنا من حس من العفو من سوء الغلب في عوضنا نبديو من يعطانا القرآن، النتيجة اللي اعطاهنا القرآن من الاخر ونبديو نبنيو عليه. لا لحنا اللي نتبعوا في المراحل نتاع اللي وصلت لها البشرية بالتتابع. القرآن يعطيك النتيجة اللي يمكن تبدي بها، معنى تبدي بها في أحسن الحالات وأفضل. فنشوفوا أنه العديد من العلماء غير المسلمين وغير العرب دخلوا للإسلام نتيجة إشارة من الإشارات أو آية من الآيات، كما مثلا مرج البحرين يلتقيان، العلم الفرنسي متاع في علم البحار قراها يبحث لقى المكان هذا مثلا البحر فيه فاصل لكن مش داخلين بعضهم، هذا لون وهذا لون، هذا مطعم وهذا مطعم. فواحد من اليمنيين يمكن كانوا المرافقين ليه وقالوا راه موجود هذه في القرآن وقرأ له الآية. وزاد قال الحاجة الأخرى في قلت لك علم بحار لقاها والبحر المسجور، معناتها البحر بهالبحر تشعل فيه النار، يعني الماء سخون اللي هو ضد اللي هو ضد النار تبدا فيه النار وفيه النار براكين اللي تضرب في الحر. معناتها لهنا شوف قد ما الانسان تكون العلاقه نتاعو بالقران الكريم مهما يكون اختصاص، مهما يكون ومهما يكون درجة الثقافة متاعه، القرآن حماله أوجه معين للمعاني وللأفكار وللبحوث وكل الطرق. يعني نقرف التلامذة متاعي على مناهج البحث، ما بيناتهم مثلا منهج التجريب اللي آخر ما وصلوا له، مثلا وصلت له البشرة تاو نخدموا به بكري كان المنطقة الأرسطي دوا مع قرن 17 تقريبا مع جون ستيوارت ميل وفرانسيس باكن ظهر ما يعرف بالمنهج التجريبي، في حين القرآن الكريم عن طريق سيدنا إبراهيم عليه السلام كده ربي أريني كيف تحيي الموت، وريه المنهج التجريبي بالضبط اللي هو اللي يعتمد على الملاحظ ثم التجربة ثم يستنتج.
احنا هذه موجودة مثلا في علم الأجنة، تلقى البدايات وتلقى النتائج. القرآن ولله المثل الأعلى، كيما البول حنين، أغلبية الجهد جهد يتقبله هو باش يهيئ الطريق لصغاره باش يكونوا في أحسن الحالات، حتى كان باش يتعبوا في جهد يلقوه طول نتيجته. فالقرآن الكريم يجيب لك من الأخر بكل، لأنه يخاطب في عقل في مستوى اللي ينظر له هو، يحب يرتفع بالإنسان، يرتفع بالإنسان بعيد عن كل الإخلالات متاع التفكير، فيعطيه البدايات باش يبني على الصحيح. نحن اللي نرجع بالتوالي نبعد على القرآن، هذاك علاش وقع التحذير على هجر القرآن. بارك الله فيك أستاذ رضا. احنا بالنسبة للتدبر والفهم القرآن، هو الناس تختلف في المدارك العقلية بتاعها في المستويات، فما الإنسان البسيط، وكيف ما تحكي أن القرآن أنزله الله لكل الطبقات، لا بد لكل قارئ لكتاب الله تعالى أن يأخذ شيئا منه، كل حسب فهمه وقدره. التدبر هذا يقول لك إنسان، أنا مثلا أرى كذا، خاصة أصحاب العلماء ما شاء الله، هما اللي استطاعوا أن يكتشفوا أشياء ربما لا يراها الإنسان البسيط. والقرآن الشيخ مهدي، الإنسان وقت يقرأ القرآن ما يملش منه، في كل ما يقرأ يحس كأنه قرأه لأول مرة من جديد، يكتشف أشياء ويترقى فيه ويحس بأشياء أخرى تزيد من الخير، بالإضافة إلى الخير اللي يعم الناس، في خير كثير. تفضل الشيخ بادي. هذا الكلام يوحي لي بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وصف القرآن، واخترت الحديث هذا الذي رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق من كثرة الرد. معناه كل ما قرأته كما قلت أنت يتجدد جديد، زاد حلاوة وتجدد. نعم. ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، أو هدى إلى صراط مستقيم. فكان هذا الحديث يجمع صفات القرآن العظيم اللي نحن ندندن حولها، والكلام هذا ما نجموش نقولوه كما فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه كان جامعا. ف حين نتكلم عن التدبر القرآن، ونتذكر قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فكانت كأني التدبر كانت فريضة، ومع الأسف الفريضة الغائبة، ولينا نؤثر الكم على الكيف، ولينا نقول قداش قرينا من القرآن، هانو نقرأه في جزء كل يوم، ولكن اش حملت منه الجزء هذا، اش تأثرت به الجزء هذا، أنا هم المعاني اللي قاعدوا في قلبك، أنا هم المعاني اللي
دفعوك للبحث. في بعض الأحيان تقرأ آية تقول والله لما نبحث على تفسيرها وتدخل معاها في يعني مفاهيم جديدة وغير ذلك. فلذلك حين سألوا الإمام النووي أيهم أفضل، إكثار التلاوة أم تقليلها، أعطى إجابة تعطي كل ذي حق حقه، فقال ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الهم والتدقيق الفكري والتدبر واستخراج المعاني وله شغل بالعلم وغيره من مهمات الدين يستحب له أن يقتصر من القرآن على القدر الذي لا يخل بما هو فيه. يعني توا كما الشيخ رضا عنده دكتوراه متقدم لها وعنده دراسة علمية وعنده باع في العلم الديني، ما لازمش لهنا يقف على الآيات كما يقف الإنسان العام من عوام الناس. لكن شوف الكلام بعد ايش قال، قال ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار. علاش الاستكثار؟ أخذا بقول ابن مسعود قال إني حين سمع رجلا يقول إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، قال ابن مسعود المفصل تقريب 6 أحزاب، قال أهكذا كهذ الشعر، معناها تبدأ تأكل فيه الماء تسرع في القراءة، قال إن أقواما ما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني يقرأ وما يفهم منه شيء، يمركي كأنه الكونتور يخدم في الحروف. لكن استدرك بعد ذلك وقال لكن إذا وقع في القلب فرسخ ففيه نفع. يعني حتى إذا كان الإنسان ما يفهمش وما يفهمش ما يسيرش توجي نفع بعد ذلك. فتدبر القرآن وتدبر معانيه والإبحار في حلاوة القرآن وطلاوته، رأوا هذا مطلوب من المؤمن. ولذلك بعض العلماء يحددون 3 مسارات، خاصة نحن في رمضان تو نختار 3 مسارات، إما مسار الإكثار من التلاوة، ليسالش أكثر من التلاوة، خلي لسانك ياخو على القرآن. اللي أنت كنت تقرأ في حزب أقرأ حزبين تو وفما طرق متعددة، الإنسان فما شكون يقولوا الجزء فيه 20 صفحة قسمهم 5 صفحات بعد صلاة الصبح و5 بين ظهر وعصر و5 بعد ما تشق الفطر و5 بعد التراويح، هذا يجيوك سهلين وما تلقاش فيهم صعوب. وفما شكون يقول المسار الثاني، اللي هو التأمل والتدبر، والرجوع إلى التفسير وغير ذلك. والمسار الثالث والأخير يقول الحفظ والمراجعة، عليها ندخل هنا وسيريضال صلينا العصر وقعدنا في الجامع، هو قرأ نص ساعة قرآن كريم وأنا قريت نص ساعة، هو النص ساعة عدد الأحرف اللي قراهم وهو يتلو في القرآن قد أنا عدد الأحرف اللي قريتهم وأنا نعاود ونكرر في القرآن. فلهذا الزوز رابحين، نفس الثواب حول الله، لأن الحفظ والمراجعة وتدبيك المكتسبات السابقة فيه خير كثير. بارك الله فيك الشيخ مهدي. احنا بالنسبة للقرآن هو كله خير، والمسلم يؤجر بالقرآن من جهتين، من جهة التلاوة بكل حرف 10 حسنات، ومن جهة العمل به، إذا كان عمل بما في كتاب الله تعالى يؤجر، وإن كان هو واجب أن يعمل بما في كتاب الله تعالى. وبطبيعة الحال سنأتي على كيف الإنسان يعمل بالقرآن والوقاية، كيف يكون القرآن وقاية للمسلم من الوقوع في ما ربما يضره من المعاصي وغير ذلك.
سمحني سخليفة بربي تعقيب على كلام سلمات. بالنسبة للتدبر يقولوا العلماء أنه حتى السورة اللي تقرأها في القرآن ولا قريت القرآن سواء عند مرتب مبرمج أنه هو الحزب مش تقراه ولا منين مش ولا أنه هو الحزب ولا أنه هو الجزء وإلا لا ولا تقرأ حتى تصلي تقرب سورة من السور. وعادة كي نقرأ احنا السورة مش مرتبينها بش نقرأ وبش ما نقراش هذيك يقولوا هذيك رسالة ضمنية من الله سبحانه وتعالى ليلك بيقول لك المعاني متاع المعنى متاع الصورة هذيك ولا الآية باش أنت رسالة باش تعمل بها مساج باش تعمل بها في علاش قريت هذيك دون أخ وهذه الرسالة الضمنية هي اللي تخلي الإنسان أكثر ما يمكن يمارس الآيات متاع الآيات القرآنية. فمثلا يقرأ مثلا نقول هو الله أحد في سواء في القرآن ولا في الذكر متاعه ولا في الصلاة ولا من نوع ذلك. فمعاني التوحيد اللي هي دعوة للبحث في معاني التوحيد ومحاولة تنزيلها في سلوكنا العادي. فالقرآن هو ديما خطر احنا القرآن قلنا جليس الرحمن كلام الله معناتها ربي يتكلم مش كلم مش كلمك مش كلمك كيكة معناتها مجرد الكلام معناتها كين ويكلم فيك باش سواء للإصلاح ولا للتدبر ولا لأخذ القرارات ولا من نوع ذي. فالكلام صحيح نقرأ فيه وصحيح ديما موجود في المصحف لكن الحالة النفسية متاع الإنسان تتبدل من وقت إلى آخر فيضيع هو شنية مثلا ربما يجي في وقت من الوقت ما يلقاش كيفش يحل مثلا مشكلته ولا يحاول أنه يوجد نوع من الاستقرار في شخصيته النفسية. فالله سبحانه وتعالى كي يقرأ القرآن فيعطيه حلول فمن بطريق غير مباشر مش يقرأ باش يلقى حل لا قرأ كما اتفق معناتها يحل المصحف ينجم يقرأ آية ولا اثنين ولا اللي هي هذيك وهو يسمع في كلام ربي معناتها كاين ربي يكلم فيه يسمع في كلام ربي معناتها ربي مش يجيد له حل لكن اللي كان فيه هو. فلهنا هذيك علاش يلزم ديما تكون العلاقة متينة بين المسلم وإن شاء الله نكونوا أحنا منهم بين المسلم وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. راه فيه كان عيادة نفسية يوميا ثم ناس ودون موعد زاد أنت اللي تحدد الموعد كما موعد الصلاة أنت اللي تحدد القرآن دون موعد مش محدد بالوقت في أي وقت يتقرأ أي وقت. فأنت وحدك يعني تصور أنت يوميا كما النهر الجيري في الصلاة أنه يتطهر الصلاة من الذنوب متاعه فما بالك الله سبحانه وتعالى. هذيك حلول مادية وهذه حلول معنوية رضا للنفس راحة بال صحة نفسية بعيد عن كلك الأمراض حشيكم اليأس والقنوط وكل أمراضك النفسية بعيد عن الأمراض الاجتماعية مشيت للقرآن يعني كينك أنت مش تدخل ولله المثل الأعلى لعيادة طبيب مش يشخص لك الوضع متاعك وتخرج تاخذ الدواء. فالله سبحانه فيه شفاء ورحمة هذه الشفاء والرحمة. بارك الله فيك الشيخ رضا الأستاذ رضا والشيخ مهدي. أتينا إلى نهاية هذه الحلقة نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
اللهم أخرجنا من حلق المضيق إلى سعة الطريق بفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عنا كل شدة وضيق، واكفنا ما نطيق ولا وما لا نطيق. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وطهرنا من جميع الذنوب والآثام، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة، الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، وبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسعد بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات الصيام جنة، وحلقة اليوم تتعلق بأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده، وخاصة على هذه الأمة، وهي نعمة القرآن العظيم، كتاب الله تعالى. فضائل القرآن وما يتعلق بهذا الكتاب العظيم هو الذي سنتحدث فيه في هذه الحلقة. ومعكم في هذه الحلقة الأستاذ رضا النهاري، أستاذ تفكير إسلامي، وأيضا أستاذ بمادة التصوف بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية، وباحث في مرحلة الدكتوراه للاتجاهات العقائدية بالقيروان. فالشيخ رضا، مرحبا بك. مرحبا بك سخليف، وبارك الله فيك، ومرحبا بكافة المستمعين إذاعة FM. بارك الله فيك. كذلك يصحبنا الشيخ المهدي الكيلاني، والإمام الخطيب بجامع محمد ابن الإمام سحنون في هذه الحلقة. فالشيخ مهدي، مرحبا بك. وبك سي خليفة، وبكل مستمعي حياة فهم. بارك الله فيكم. القرآن له مكانة عظيمة، وأنعم الله تعالى به على عباده، به أخرجهم من الظلمات إلى النور، وبه حياتهم. وكما هو معلوم، لا توجد وثيقة تحمل آخر توجيهات وكلمات الله تعالى لعباده غير القرآن، ولا يوجد كتاب يحفظه أبناء المسلمين بأعداد كبيرة غير القرآن، بل يعرفون عدد سوره وعدد آياته وعدد كلماته وعدد حروفه. لهذا كان على المسلمين أن يعتزوا بكتابهم هذا. يقول بعض علماء المسلمين في مقارنة القرآن المعجزة، اللي هو معجزة باقية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، مع المعجزات التي جاء بها الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. ف يقولون إذا كان قلب العصا لموسى حية معجزة، هذه معجزة مادية، وهي معجزة بحق، فإن تغيير العقول والقلوب والأفهام أبلغ من الإعجاز وأكبر. إذا كان إحياء الميت من الخوارق والمعجزات التي أيد الله بها بعض أنبيائه، وأن إحياء فإن إحياء أمة أمية من الجهل والرذيلة والشرك والكفر
إلى أمة هادية مهتدية فاتحة منتصرة قائدة ورائدة وعادلة لأعظم. لا يخفى على أحد ذي عقل منصف لا يقول إلا حقا ولا يتكلم إلا صدقا أن القرآن العظيم هو المعجزة العلمية والحجة العقلية والبرهان الساطع والنور اللامع الذي أعجز الفصحى والبلغاء وأهل الفكر والذكاء وأهل العلم والفطنة في لفظه ومعناه. ويكفي فيه قول الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا ليس بالغريب لأنه ليس من تأليف البشر بل هو من عند الله تعالى أوحى به عن طريق الملك جبريل عليه السلام إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل صورة وأتم عناية. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذن والحديث سنتحدث عن كتاب الله تعالى والشيخ رضا القرآن له مكانة عظيمة وله دور عظيم جدا. أنا ما نتصورش يعني لولا فضل الله تعالى علينا وكان مش هالقرآن هذي كيفاش مش نعيشه. فأتفضل الشيخ رضا. رب العالمين شكرا سي خليفة. بالنسبة للقرآن القرآن العظيم فعلا هو عظيم لأن الله سبحانه وتعالى أنزله وهو في الحقيقة هو تتويج للتاريخ الأديان للأديان الكل. نعرفوا احنا في التاريخ 124 ألف نبي كل نبي ساهم بلبنة. ونعرفوا الحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخل ما بعثنا اليه به مثلا أكل كف البيت منظمة مرتبة كل شيء ما إلا موقع لبنة. نعم. لكن اللبنة هذيك قال هذي أنا تلكم اللبنة. فالقرآن الكريم هو تتويج للإنسان واعتراف ضمني بالقدرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان قدرات عقلية قدرات اللي هي تتماشى مع القرآن. مثلا يقول قائل عليك مثلا الرسالات الأخرى ما تعهدش الله تعالى بحفظها لأنها لا مش في منزل متاع النضج العقل البشري. فتكريم الإنسان من الله سبحانه وتعالى بالقرآن وتكريم للعقل متاعه لأنه العقل كنضج نجم يتفاعل مع القرآن. لجان طول مثلا معجزة الرسالة السابقة وإلا الكتب السابقة كتب مش عقلية وهذاك علاش دخلها للحراف تحريف التحريف نتاعها ونحرفوا المجتمعات والأمم اللي كانت تابعة لهذا. فالقرآن الكريم هو اعتراف ضمني هذه من جملة فضائل القرآن الكريم أنه اعتراف بعقل الإنسان واعتراف بكل قدرات يعترف بقدراته يعني مش يحفز الإنسان. وهك علاش ربما سبحانه وتعالى في كثير من الآيات في كتاب الله تعالى يخاطب العقل ويدعو الإنسان أن يتفكر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رأت فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما أندفع إلى غير. فما هي تدعو إلى استعمال العقل وربما العقل في تطور واكتشافات وربما الإعجاز أو هذه الرسالة كانت هي خاتمة وكانت المعجزة في تدبر القرآن في القرآن اللي هو يخاطب العقل ويهتم بالعقل باعتبار ربما في الإنسان البدائي ما زال عقله ما تطورش كيف ما يلزم. فلما تطور عقل الإنسان جاءت المعجزة وهي القرآن العظيم. فالشيخ مهدي كلمنا الأستاذ رضا في هذه النقطة والقرآن بطبيعة الحال له كثير من الأشياء الأخرى فأتفضل ما تقول في هذا. الحمد لله الذي بين السبل وأرشدنا بالرسل ورفعنا بالقرآن إلى أعلى مثل.
تتم لما قاله الشيخ رضا هو أن هذا القرآن الكريم العظيم يمدح نفسه بنفسه. وكي نشوفوا نحن المآذن تعلن هيبة القرآن وعظمة القرآن في رمضان وتدوي بآيات الذكر الحكيم والكتاب المبين، كأني تعلن أن راه القرآن سيبقى خالدا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كي ناخذ الآيات اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى نلقاه القرآن يعرف نفسه بنفسه ويذكرنا بمكانته. يكفي أن نقرأ بعض الآيات حتى نتوصل لمعرفة حقيقة وتأثير القرآن في حياتنا وفضله علينا. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أظن يكفي أن تجمع كل هذه الصفات لندرك فضل القرآن العظيم ومكانة القرآن العظيم، فهو الشفاء وهو الرحمة وهو العزة وهو التبيان والهدى والبشرى وهو البرهان وهو النور. الكلمات هذوما الكل كان نجمعهم نعرف اللي القرآن هذا هو البوصلة، بوصلة للمؤمن، المؤمن اللي ما يحبش يضيع في الحياة هذه. ربي سبحانه وتعالى جعل الرسالة الخالدة، ونحن بمناسبة رمضان ونزول القرآن في هذا الشهر العظيم كما قال الشيخ رضا يعني هي الشهادة الخاتمة. كما نقول إنسان عنده خذا البكالوريا ومن بعد خذا الأستاذية ومن بعد واصل الدراسة متاعه وخذا الدكتوراه، وقت اللي نسميه نقوله دكتور ما عادش نرجعوا للشهادة اللي فاتت لأنها كأن الشهادة دي كان نسخت ما قبلها. فكذلك نحن الرسالة الخالدة، ما نقولش راجع الإنجيل ولا راجع التوراة، ما يسالش كل إنسان يتعرف عليها ولو أنها محرفة، إلا أن القرآن ختم كل شيء. فجعل الله سبحانه وتعالى نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، النزول هذا جعله نزولا عظيما. وفي أول الأمر نزل جملة واحدة، نعم، ثم نزل مفرقا ومنجما وعلى خلال 23 سنة من الرسالة النبوية. فلذلك القرآن يمدح نفسه والقرآن يظهر مكانته. بارك الله فيك الشيخ مهدي. الشيخ رضا تفضل. أحسنت تتم الكلام سي المهدي، أنه القرآن مر بمرحلتين، مرحلة التأزيل ومرحلة ثانية التنزيل. بالنسبة للتأزيل يجي من الأزل، والأزل هو القدم، يعني في من الله سبحانه وتعالى، وكيف يتحول هذا التأزيل إلى تنزيل. كلام مطلق، كلام ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. كيف يتحول هذا الكلام من عظمة الله سبحانه وتعالى كلام الله، وكيف يتحول إلى في متناول البشر. نعم. هذا الجهد الكبير هو اللي تحمله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، تحمله في مرحلة التقبل
من جبريل عليه السلام. وكان احنا نعرف السيدة عائشة تقول انه كان في اليوم شديد البرد، اليوم الشتاء، وكينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يحس يتصبب وان جبينه لا يتفصب عرقا، معناته في النهار البارد شديد البرد، معناته هذيك من قوه. رغم اللي سيدنا جبريل حوله كلام الله الى، لكن هو مش وحاوله معناته تدخل فيه لا، وانما هو كيف يتحول الكلام المطلق الى كلام نسبي في قدرات البشر اللي يتحمل المسؤوليه هذه والثقل نتاع المسؤوليه، وحتى تعب مادي يحس النبي صلى الله عليه وسلم كما بالطريقه الاخرى مثل صلصله الجرس، يقول كان الوحي ينلو كم مثل صلصله الجرس، ومش بالسهل على النبي صلى الله عليه وسلم. علاش احنا كل من الاداب انه كل ما نقرا القران نهديوه للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه لولاه لما كنا مثلا ناخذوا الثواب وناخذوا العظمه هذه وكل. والقول القران الكريم كي مر بالمراحل هذية يعني باش يبين انه المكانة اللي اولا للقرآن، وثانيا لأهمية الانسان كعنصر للاستخلاف، وربي يتعهد بالعناية والرعاية هذه سواء العقل ولا الانسان بطبيعة المراحل الكل ديما فيها، كل رسالة فيها عملية اصلاح، كل رسالة اصلاح نسبي، الاصلاح التام وصل مع القران الكريم. بارك الله فيك استاذ رضا. بطبيعه الحال احنا حين نتحدث عن مكانه كتاب الله تعالى، وبطبيعه الحال وقت لي نبين المكانه للقران العظيم، والقران هو الذي بينها وجاء فيه من الاعجاز ومن الايات والذكر وما يتعلق بكتاب الله تعالى، ما يستحق أعظم مكانة. ولكن ربما البعض أو الكثير من الناس لا يعرف هذه المكانة، أو يرى أن القرآن أمر عادي، وهو معروف بطبيعة الحال لدى كل إنسان في كل أمر. لا يمكن لأي إنسان أن يعطي أي أمر ما يستحق من العناية والاحترام والأهمية والتقدير إلا إذا عرف حقيقة ذلك الأمر. إذا كان عرف حقيقته وقتها يعطي مثال ذلك. نفرض أنه إنسان دخل مسجد أو جماعة يتلون كتاب الله تعالى، أتيت مجلسا وجدت أناسا يتلون كتاب الله تعالى، فإذا لاحظت عليه منتهى الأدب مع كتاب الله تعالى في تعاملهم معه، فأولئك قد عرفوا حقيقة القرآن ومكانته في نفوسهم. وإن كان العكس فالعكس، تجد أناس في مجلس يتلى في القرآن، هذا يتحدث حديث آخر لا يستمع، والآخر يرفع صوته، والآخر لا يهتم، والآخر يهتم بشأن آخر، فهؤلاء لم يقدروا مكانة كتاب الله تعالى. كذلك إذا دخلت مسجدا ووجدت أناسا، هذا يصلي وهذا يتلو وهذا يذكر الله تعالى بغير أصوات مرتفعة، في آداب واحترام ووقار وسكينة واحترام في تحركاتهم حتى في بيت الله تعالى، معنى ذلك أن أولئك قد عرفوا قداسة المكان واحترموا بيت الله تعالى. وإذا وجدت هناك فوضى وحديث دنيا وشراء وبيع وضحكات وحركات فوضوية، فهؤلاء لم يقدروا حقيقة قداسة ذلك المكان. ومعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك الرجل يصلي ويكثر من الحركات وهو في صلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني كان ما قدرش مكانة الصلاة. إذن فالقرآن هو المعجزة الكبرى التي أيد الله تعالى بها نبيه الأمي، والتي كما هو معروف غير بها نفوسا
وأحيا بها قلوبا وأنار ضمائر وكون دولة. تعرف استاذ رضا الشيخ مهدي يعني قداش الرسالة متاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 23 عام. ف 23 تكونت أعظم دولة في زمن وجيز جدا، يعني يشبه الخيال تكوين دولة في فترة زمنية قصيرة. أخرج هذا القرآن الناس من الظلمات إلى النور، من الجهل والرذيلة. ونعرف أشكان كيفاش كانت حياة الجاهلية قبل قدوم هذه الرسالة وقبل قدوم القرآن. هناك الشرك، هناك الكفر. أخرج هذه هؤلاء أخرج أمة إذن هادية مهتدية قائمة فاتحة منتصرة منتصرة ورائدة وعادلة بطبيعة الحال، تزرع في قلوب الناس الخير بفضل هذا الكتاب، كتاب الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في مقارنة بين الذي يعرف حقيقة القرآن وبين الذي لا يعرف تلك الحقيقة: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا يا أستاذ رضا أنت ركزت بكري على العقل، أنه يخاطب العقل القرآن، والعقل له دور كبير جدا. وبالعقل اعتنق الناس الإسلام عندما قرأوا القرآن وتدبروا وعرفوا ما فيه فدخلوا الإسلام، لأن القرآن خاطب عقولهم عن قناعة وتمسكوا به عن قناعة، بالإضافة إلى السلوكات التي سنراها بعد ذلك. ثم في الحديث الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن إذن مكانته عظيمة جدا. وسنواصل هذا، ولكن عنا طوى فاصل، سنعود إن شاء الله بعد هذا الفاصل. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.